النهاردة كانت الجلسة بناء على قرار الهيئة الموقرة في الجلسة الماضية بحضور شهود الإثبات وبحضور السيد رئيس المباحث وبحضور الطبيب الشرعي. دفاع المتهم حضر النهاردة وطلب جعل الجلسة سرية، حيث أن المتهم لديه أقوال يخشى أن تقال أمام العدسات التصوير. الهيئة الموقرة وجهت سؤال للمتهم: هل لديك ما تريد قوله؟ فأقر أمام الهيئة الموقرة: لا، أنا ما عنديش كلام. وبناء عليه صمم دفاع المتهم بجعل الجلسة سرية، والهيئة الموقرة برئاسة عبد الشافي بيه عثمان استجابت لقرار لطلب الدفاع، وانعقدت الجلسة في المدولة، والهيئة الموقرة وجهت السؤال لدفاع المتهم بأنه يبدي دفاعه ودفوعه في الدعوة، إلا أن فوجئنا بأن الزميل الحاضر النهاردة برضو تنحى عن الدفاع بقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. وتنحى الزميل اللي هو مقيد بالنقط، ونظرا لكون دفاع المتهم الاصيل المفروض طب يعني تلا الايه دي ليه؟ يعني تبين لي ان المتهم ارتكب جريمته مفيش ليها اي مبرر ولا ايه؟ هو معنى تلاوته للايه دي ان في قراره نفسه تبين يقينه ان المتهم قام بهذه الجريمه، وخاصه باعتراف المتهم و بنفي المتهم عما إذا كان لدي أقوال يريد أن يبوح بها أمام الهيئة الموقرة من عدمه، عكس ما كان يطالب به دفاعه. فالزميل تنحى عنه عن الاستمرار في القضية، والهيئة الموقرة بناء عليه أجلت الجلسة لباكر وتنبه على الزميل الحاضر لأنه مقيد ابتدائيا ملوش حق الحضور أمامها، ده بناء على قرار الهيئة الموقرة، حتى تغلق عليه ثغرة من ثغرات الطعن بالنقط، لأن زي ما حضراتكم دي لو هو حضر فده هيدي بطلان، يبقى ثغرة لأن يقبل في الطعن. فالهيئة الموقرة بما لها من باع طويل في هذا المجال، وخاصة أنها تريد أن تمنح دفاع المتهم كافة حقوقه، وهذا ما قالته الهيئة الموقرة برئاسة عبد الشافي بيه عثمان في غرفة المدولة، أن المتهم له حقوق فالمحكمة بتمنحه كافة حقوقه. من واستجابت الهيئة الموقرة لكل طلبات الدفاع بجعل الجلسة سرية، وتنبأ عليه بأن الجلسة لباكر مع حضور شهود الإثبات والسيد محرر المحضر والسيد طبيب الشرعي. طب ما تم السؤال أي حد داخل غرفة المداولة؟ لا لا لا، لم يتم سؤال أي أحد. يعني أندرو رئيس المحكمة سأله أي حاجة؟ أنت ارتكبت الجريمة دي فعلاً؟ لا، هو رئيس المحكمة سأله أمام الجلسة العلنية، في الجلسة العلنية لما قال له: هل لديك أقوال تريد أن تبوح بها؟ بناء لما الزميل دفاع المتهم طلب إن جعل الجلسة سرية حيث أن المتهم لديه أقوال يريد أن يبوح بها، فالمتهم نفى قال: انا ما عنديش كلام اقوله. معالي المستشار، النهارده شفنا اندرو في تعنت كبير مع دفاعه، مش عايز يتعامل معاه، هل ده نوع من المماطله من اندرو؟ هو عايز ان الحكم يبقى بات نهائي ولا هو اندرو كل ما بيشوف اهليه المجني عليها بيحس بتانيب الضمير؟ لان طبعا هي يعني اشارات وكان بيعتذر. بيعتذر، هو مع بدايه الجلسه بيبدا يحط ايده على صدره كاشاره اعتذار ليهم عن ان انا الجرم اللي انا ارتكبته في حق بنتكم، بان انا حرمتكم من بنتكم الوحيده وانه قتلها والشروع في الاغتصاب، فده بيعتبر اشارات اعتذار منه ليهم. هل في اي محاولات للصلح؟ لا، ما فيش اي محاولات للصلح نهائيا يعني. واي حد يقول ان في محاولات للصلح ده كاذب يعني. ما حصلش ان في لقاء ما بين اندرو ووالده الفتاه؟ لا، ما حصلش، انا ما شفتوش. حضرتك شايف كده مسار القضيه يعني؟ هم دفاع المتهم بيحاول يطيل امد التقاضي زي ما قلنا، املا يعني في ان يجرى صلح او اي حاجه. هو يحبوه الامل في ذلك، ولكن هذا الامل بعيد المنال.
لان حته ان انت عايز صلح، فهل هتعيد لي بنتي مره اخرى؟ لو انت قادر على ان تعيد لي بنتي مره اخرى انا ما عنديش مانع ان اتصالح، وده طبعا مستحيل. في القضايا الجنائيه معروف ان ما فيش حاجه اسمها صلح، لكن هل لو تم الصلح ما بين اسره الفتاه واندرو ممكن يتم تخفيف الحكم؟ ده القرار بيرجع للهيئه الموقره، لان هذا الصلح غير ملزم للهيئه الموقره، هي ممكن تراعي صله القرابه تخفض الحكم، بس مع برضه مع وجود الصلح للهيئه الموقره ان تقضي بالاعدام او بالعقوبه الاشد. المتهم؟ لا يعني انت شفتيها ما حصلش يعني؟ لا مفيش اي حاجه والله. خلاص معلش، هي من 7 الصبح يعني هي تعبت خلاص. طبعا يا صدر مش